بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعرف اذا كانت العربية دي فابريكا ولا رشة، اذا كانت العربية ديك سليمة ولا مخبوطة، اذا كانت العربية ديك واقفة على حيلها ولا مقلوبة. ازاي تكون انت بنفسك خبير من غير ما تكون محتاج حد معاك، من غير ما تكون محتاج فني سمكري ولا ميكانيكي ولا بوهيجي. انت بنفسك ازاي تحدد اذا كانت العربية دي سليمة ولا فيها مشكلة. هنتعلم النهاردة ازاي نعرف اذا كانت العربية ديك فابريكا ولا مش فابريكا. تابعونا وركزوا معانا، هتستفيدوا كتير. هنتكلم ونشرح ازاي نتفرج على القوايم بتاعت العربية. هنبص كده على القايم اليمين من قدام، بص على القايم وتاخد بالك من الذنب اللي موجودة في المضراب، وان المضراب سليم مش متني ولا في اي مشكلة. فصل القايم دوك، في اوقات بتلاقي فيه شرخ، والشرخ ده بيبين لك اذا كان في معجون او في بوهي او لا قدر الله في اي حاجة. ولو ما فيش شرخ يظهر ان العربية معاك سليمة. المضراب زي ما احنا شايفين كده بيبقى سنجة واحدة من الاول للاخر، مش هتلاقي فيه لا عوجة ولا تانية ولا اي حاجة خالص، قلب سليم كده على طول حتة واحدة. نرجع بقى للقايم اليمين، هنبص عليه بقى من جوه. من جوه هتبص تلاقي فيه الزنب بتاعته، وفصل القايم هنا هتلاقي الزنب كل زنبة في مكانها، مفيش اثر لاي معجون او اي حاجة. الزنب زي ما احنا شايفين كده كل واحدة في مكانها اللي هي بتاعت الشركة نفسها. هتلاقي القايم نفسه من جوه كده تقفيلة الشفة دي تختلف. لو كانت الشفة دي مفتوحة قبل كده لا قدر الله تعرف ان كان فيه هنا شغل سمكرة، اما لما بتلاقيها مقفولة يبقى ده وضع بلادها، وتلاقي الزنب دي كلها في اماكنها، كل زنبة هتلاقيها في مكانها كده. تاني حاجة ان القايم دوك لا قدر الله لو في اي خبطة، القايم ده اللي هو اليمين اللي قدام، لو في اي خبطة هتلاقيها سمعت جوه في المكان ده، هتلاقي المكان ده كده اتفتح بدل ما هو مقفول كده، لا قدر الله لو في اي خبطة او اي مشكلة. وهتلاقي هنا في 6 زنب اساسيين مظبوطين ومتقفلين. نفس الكلام وانت بتبص على القايم اللي في قدام، نفس الكلام ده برضو هتلاقيه في القايم الشمال. القايم الشمال برضو هتلاقي ان الزنب في اماكنها، المضراب سليم، وضع المصنع مفيش اي خبطة مفيش اي حاجة، فاصل القايم مفيش شرخ مفيش اثر لمعجون او اي حاجة. نفس الكلام هنبص على القايم برضو من جوه، القايم هتلاقيه من جوه بالزنب بتاعته، بفصل القايم في مكانه، الزنب في مكانها زي ما احنا شايفين كده، مفيش اثر لمعجون او دهان. نفس التقفيل هتلاقي دي تقفيلة بلادها، قلنا لو كانت مفتوحة الشفة ديك يبقى تعرف ان كان فيه هنا شغل سمكرة. تقفيلة الزنب برضو بتاعت القايم نفسها هتلاقيها في مكانها. قلنا برضو ان القايم ده لو مغبوط اي خبطة من قدام هتلاقي فاصل القايم ده فتح معاك، ده اي خبطة في القايم من قدام تلاقيه فتح معاك. ولو لا قدر الله في معجون ولا في اي حاجة هتلاقيها غطت على 6 ذنب اللي موجودين كان بفاصل القايم ده. رنة الباب نفسها معاك بتفرق، يبقى القايمين اللي قدام طول ما هم سلام هتلاقي الصدر معاك سليم. نبص بقى على القايم اللي في النص، القايم اللي في النص زي ما احنا شايفين كده بتلاقيه سنجة واحدة، مفيش فيه اثر لمعجون او الاثر لاي حاجة. بتفتح وتبص برضو على التقفيل، تقفيلة الفيليتو،
وهنا تقفيلة بلادها زي ما احنا شايفين كده، حتة واحدة سنجة واحدة، مفيش اثر لمعجون او اثر لدهان. الذنب برضو هتلاقيها في اماكنها، تفتح برضو من عند باب الجرار وتبص من هنا كده هتلاقي معاك سنجة واحدة تأثيرة الذنب بتاعتها، هتلاقي كل ذنبة في مكانها، مفيش أثر لمعجون أو أثر لأي حاجة خالص. تعرف إن القايم دوك فابريكا، ده القايم اللي في النص. زي ما احنا شايفين كده برضو ممكن تلاقي لو لا قدر الله في معجون ولا في بويه، هتلاقي تأثير المعجون البويه ديك على الجلد بتاع الإزاز نفسه، ممكن تلاقي عليها بعض البويه، تعرف من خلالها ان الجزء ده اترش معجون. القايم الشمال برضو اللي في النص نفس الوضع، هتبص عليه كده هتلاقيه سنجه واحده، مش حته عاليه ولا حته واطيه، معنى كده ان القايم ده سليم بالفليت بتاعه. بص حتى على تقفيلة الباب هتلاقيها بالملي، نفس الكلام هنا الشفة هتلاقيها مفيش اثر لمعجون او اثر لدهان او اثر لاي حاجة خالص. نفس الكلام بالذنب بتقفيلة المصنع زي ما احنا شايفين كده. نبص برضو نفتح باب الجرار ونبص على الذنب من فوق والفليتو وضع الشركة، هتلاقي ان التقفيل كله ماشي معاك، حتة واحدة بالذنب، مفيش اثر لمعجون اثر لدهان، تعرف ان العربية ديك فابريكا. لان مهما كانت درجة السمكري، درجة جودته ودرجة صنعته وحرفنته، هتلاقيه برضو بيسيب لك اثر، هتلاقيك تعرف من خلاله اذا كانت العربية ديك مغبوطة قبل كده او رشة قبل كده. نبص بقى على القايم اليمين من ورا. اول حاجة بتبص على الشنطة، تشوف الشنطة ديك لو فيها اثر لخط او اثر لاي حاجة، لا قدر الله سمعت في القايم ولا حاجة. دي العلبة اللي تحت، هتلاقي ان تقفيلة العلبة دي من تحت فيها بتاع تلات اربع ذنب كده متقفلين صح. ادي القايم اليمين، هتلاقيه فاصل القايم ده وضع بلاده وضع الشركة بالفليتو بتاعه اللي نازل تحت ده بالذنب بتاعته، هتلاقي كل ذنبة في مكانها. الذنب دي مهمة جدا لان لو في اي اثر لمعجون او اثر لبهية بتلاقيها اختفت مش موجودة اساسا. تنزل برضو على القايم من تحت كده وتبص، قلنا هنا بتلاقي فيه بتاع حوالي اربع او خمس ذنب اساسيين بيدلولك على تقفيلة الشركة. هنا برضو في ذنب اساسية مع تقفيلة الستارة من تحت، هتلاقي ذنب اساسية. نفس الوضع هنا، هتلاقي تقفيلة الستارة من تحت بالذنب بتاعتها، بتدللك ان الستارة دي سليمة وما فيهاش اي خبط او فيها لا قدر الله اي حاجة. القايم الشمال برضو من ورا، هتلاقي الذنب كل ذنبة في مكانها بتقفيلة الفليتو بفصل القايم اللي ماشي مع المضراب، هتلاقيها كلها سنجة واحدة، مفيش اي اثر لمعجون او اي اثر لدهان او رش. نفس الكلام هتلاقي هنا الذنب في اماكنها وتقفيلة المصنع موجودة زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. يبقى كده اتأكدت ان العربية ديك القوايم بتاعتها الاتنين اللي قدام والاتنين اللي في النص والاتنين اللي ورا سلام، معنى كده ان القوايم بتاعت العربية ديك فابريكا، والقوايم ديك تعتبر اهم حاجة في العربية، لان لا قدر الله لو في اي قايم في مشكلة
تبقى العربية دي بتقل من تمنها كتير جدا. برضو بنبص على القايم من جوه، لا قدر الله لو في خبطة من تحت ولا حاجة في القايم ده، هتلاقي ان في هنا الجزء ده فتح معاك على طول. نفس الكلام الناحية التانية برضو، لو في خبطة في القايم من تحت هتلاقي ان الجزء اللي فوق دوت بالذنب اللي فيه فتحت معاك، وتعرف من عند خلاله ان في هنا خبطة حصلت في القايم من تحت. هتبص على العربية بعد القوائم دي كلها، هتلاقي ان العربية ماشية معاك قالب سليمة، العربية واقفة معاك واقفة سليمة، واقفة بشمختها. اخيرا بتمنى من ربنا ان انا اكون وصلت لكم معلومة مفيدة، وان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن البودي بتاع العربية ورقم الشاسيه، وازاي تعرف مكان رقم الشاسيه. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.